السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. اليوم حناخد تطبيق عملي كيف نعمل فورمز ويكون هذا الفورم فيها حالات التشيك checking. طيب هنا احنا عدنا بالإكليبس تعمل لك فايل جديد، هذا الفايل في ال PHP. اوكي طبعا ممكن انه انت تشيك الريجولار اكسبريشن عن طريق احد الفانكشنز اللي هي اف، مثلا اف ستيتمنت، تعمل تشيك ل بي ريج. اوكي هذا البي ريج في عندك انواع، طبعا بي ريج ماتش، لاحظ بي ريج ماتش، هذا بيفيدك انه انت تعطي له باترن ويشبه باترن اخر. يعني مثلا انت تيجي اليوم الباترن تعرفه في البدايه، مثلا تقول انه الباترن مفروض يكون PTR. PTR مفروض يكون شيء يحتوي على محمد عيسى حميد، MEH. حلو، شيء يحتوي على محمد عيسى حميد هيك شكل، هذا هو الباترن. اذا هذا انا اضعها وين؟ اضعها في الباترن، هذا اول شيء. طبعا اضع له فايل زمن قطره تنسى. بعد ذلك السبجكت، السبجكت هو الموضوع، اي بمعنى انه مثلا يكون الادخال، عرفت كيف؟ اليوم مثلا يكون الادخال اللي يقوم بادخال المستخدم الانبوت يوزر نيم او باسورد، فليكن مثلا هذا حيكون يوزر نيم يساوي لي مثلا واحد قام بادخال اليوزر نيم بي ام اي اتش از ماي نيم مثلا، فهل هذا من ضمن هذا الباترن؟ اف كان صحيح هذا ماتش، يعني هاي تحقق، اف اذا كان صحيح اذا حيعمل لي ايكو this one if. اوكي ايكو يس ماتش، حلو، وممكن نعمل له else ايضا ناخذها، طبعا احنا ما نحتاج نطبعها، هذا مرت مجرد مره واحده، ناخذها نضعها هنا ايكو نو ماتش، اعمل سيف. خلينا نجي نعمل ريفرش في الصفحه، لو جينا عملنا ريفرش في الصفحة yes match، بمعنى انه فعلا MEH موجود. طيب خلينا نغير مكانه x ونضعها في المنتصف، نعطي space، نعمل save، نرجع مرة اخرى نعمل save ريفرش، لاحظ yes match، اذا هذا موجود. لو اجيت انا اليوم مثلا غيرت هنا وضعت هنا z، عملت save، خلينا نجي نعمل ريفرش yes match. لو انا اجيت غيرت هذا الزت ووضعته هون زت، عملت سيف، عفوا ريفرش نو ماتش. اذا هذا هو الباترن، بمعنى انه لازم حروفها تكون متشابهة، تكون مضبوطة، والا هذا اذا ما كان بنفس الكلمة ام اي اتش زت ما موجود هون صعب. لكن لاحظنا هنا لو ما يكون معاها حروف اخرى عادي جدا، المهم هذا اول ثلاث حروف، لان هذا السلاش وسلاش بمعنى انه اينما كان هذا الام اي اتش انت استخلصها وقول انه هو ماتش، ما عندك مشكلة. جميل جدا. طيب شيء اخر ممكن انا اتحققه، لاحظنا انه الايميل ايضا ممكن احنا نعمل تحقق، لو جينا اخذنا هذا كله كوبي ما نحتاج كلها، نحتاج هذا فقط كنترول الت للاسفل. طيب في الكنترول الت للاسفل اجي اغير مثلا هذا يكون ايميل دولار ساين ايميل، الايميل فليكن الباترن ايضا راح احتاج، طبعا احتاج له باترن في الايميل pt1 مفروض انه في شيء اسمه at، صح؟ مفروض انه في شيء اسمه at حتى اتاكد انه هو ايميل مش شيء غريب. فلنفرض انه الشخص مثلا وضع محمد دوت عيسى، حلو؟ طيب
إذا كان الـ PT 1 والإيميل متساويين نفس الباترن ما عندهم مشكلة إذن yes match else no match بس لكن خلونا نضع فرق بسيط حتى نفرق عن الأول والثاني إذن هذا نضع على إيميل مثلا وهذا أيضا نضع على إيميل حتى نعرف أنه هذا تابع للإيميل أضف إلى ذلك نحتاج أنه نحن نعمل إيكو للبي آر حتى يضع بيناتهم مسافة اليوم هذا أعمله هيك شكل بي آر تاج وهنا أنا أيضا أحتاج إلى بي آر تاج بي آر طيب إذن سهل جدا أنه إحنا نضع باترن ويقوم يتحقق من الإيميل اللي قام بإدخاله المستخدم حتى نشوف إذا كان match or not نجينا نعمل refresh no match للإيميل بمعنى أنه الإيميل قام إدخاله الشخص كان غلط طيب معناته راح يرفضه قبل إدخاله للداتابيز هذا الشيء جميل جدا لأنه ينفعنا أنه ليش ندخلها في الداتابيز وهي أصلا الفورمات خطأ بعد ذلك أنا أرجع للداتابيز وأشوف أنه أنا عندي طريقة كتابة الإيميل كانت خاطئة إذن أنا ممكن أصنع باترن خاص لي وأجبر المستخدم أنه يقوم إدخالها بهذه الطريقة بحيث أنه تسهل لي في الداتابيز لما أجي أعمل ريفرش يس ماتش ليه؟ لأنه وجد في مكان ما علامة الآت وجدتها في المنتصف حلو إذن هذا أيضا يفيدني بالفاليديشن شو اللي أعمله مثلا ممكن أعمل شو قديش الوقت 6 دقائق طيب خلونا نوقف هنا نكمل درس القادم مع السلامة